كل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا جبت لكم اسعار يميش رمضان، اتمنى ان انتم تكملوا الفيديو لحد الاخر. الاسعار ده هي المتفاوتة من مكان للتاني، وانصحكم نصيحة صغننة ان احنا ننزل نجيب من الاماكن الشعبية، يعني احنا ممكن نقدر نلم الحاجات بتاعتنا كلها في امكانيات قليلة من 200 ل 300 جنيه، ان احنا نجيب 100 جرام من كل حاجة، مش لازم كمية كبيرة او حسب امكانياتنا. واللي نكتر منه شوية بس اللي هو السوداني، الزبيب، جوز الهند، الحاجات اللي هي البسيطة دهيا، ومش هنبقى حرمنا خالص نفسنا من اي حاجة. وانا روحت اللي هي سوبر ماركت كارفور، لقيت ان هو عامل اسعار اللي هي 100 جرام. المئة جرام عنده كان من اللي هي من البندق مثلا كان عامل 56 جنيه، يعني لو عملنا اللي هي التوتال بتاع اللي هي الكيلو الواحد هيبقى عامل 560 جنيه، فطبعا حاجة كتيرة جدا. طب ما انا اقدر انزل اللي هي الاماكن الشعبية واجيبه ابتداء من 170 جنيه، وفي اماكن تانية بتبقى اقل، اقدر اجيب الكمية اللي انا عايزاها واوفر، وبتبقى الحاجة برضو عندهم كويسة علشان الاماكن الشعبية بالاستهلاك عندهم عالي وبالذات في شهر رمضان. وبنقدر نشوف ونعرف اذا كانت المكسرات دي قديمة ولا كويسة لما نشوف اللون بتاعها، كل لون ما يفتح يبقى دي اللي هي المكسرات لسه طازة، اللون اللي بيبقى اغمق سنة بيبقى دي مخزونة. وبرضو القمر الدين انا بحب وبفضل اللي هو القمر الدين السوري، بيبقى فعلا الطعم بتاعه كويس وبيبقى الوزن بتاعه كويس وبيبقى تقيل. وكل سنة وانتم طيبين.